السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي الأعزاء؟ اليوم بنسوي مع بعض طريقة عمل بنت الصحن. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تدعموني بالضغط على اشتراك في القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو. يلا نبدأ مع بعض لعمل بنت الصحن. أولا نحتاج إلى كاستين دقيق أبيض، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة ونص طعام خميرة فورية، نصف ملعقة طعام بيكنج بودر، ملعقة طعام حليب بودرة. نمزج المقادير الجافة مع بعض. الآن نضيف ماء حسب الحاجة، بيضتين، هنا ملاحظة نسيت أصور الزيت، فلا تنسوا تطرحوا نصف كأس زيت ضمن المقادير. الآن نقوم بعجنها لمدة 10 دقائق حتى تصبح معنا عجينة متماسكة قابلة للماء. الآن نقوم بتقطيعها لشكل كرات مثل حجم الليمونة ونرصها في الصحن. ونغطيها ونتركها 10 دقائق. هنا نقوم بإحضار سمن نباتي نذوبه على نار هادئة، لأننا بنستخدمه للدهن بين الطبقات. الآن نحضر الفرادة ونقوم بفرد كل طبقة لحالها كما هو موضح بالفيديو. بعدها نأخذ العجينة ونمطه داخل الصينية. بعدها نقوم بدهن أول طبقة بالسمن ونستمر على هذا الحال حتى آخر طبقة. لكن آخر طبقة لا تدهنيها بالسمن، نقوم بدهنها بصفار البيض أو حليب سائل ونرش الوجه بالحبة السوداء. بالنسبة لي أحب أقوم بتقطيعها قبل ما أطرحها بالفرن حتى يسهل علي تقطيعها بعدين. يمكنكم الاستغناء عن هذه الخطوة إذا ما تبغوها. نضعه بالفرن لمدة 30 دقيقة وكذا تصير جاهزة. ونقوم بإضافة العسل لها وبالعافية،
إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوني بدعمكم بالضغط على إشتراك ولايك. أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله. إلى اللقاء.